مساء الخير على كل متابعينا على شاشة الصحة والجمال. النهاردة جايين لكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الذهب، وزي ما عودناكم إن إحنا عندنا كل جديد في مجال الذهب، وخصوصا الفترة المتذبذبة الكبيرة دي قوي في مجال الذهب وأسعار الذهب. فجايين لكم النهاردة في حتة جديدة خالص من حيث الشغل والمشغولات والتطوير في الشغل، والمنتج ازاي بيوصل للعميل في الفينش الاخير ليه. فاتكلمنا طبعا في حلقات قبل كده عن اسعار الذهب، واسعار الذهب كانت فين وراحت فين، وامتى العميل يشتري وامتى يبيع، واسعار الذهب وضعها ايه معانا دلوقتي، والسعر زي ما قلنا لعملاء كتير، والحمد لله افادنا عملاء كتير في اسعار الذهب الفتره اللي فاتت، تحديدا لما كان اسعار الذهب معانا من 2200 و2300، وقلنا يا جماعه استثمار الذهب افضل انواع الاستثمار. فدي حته حلوه جدا جدا اتكلمنا فيها في مجال الاستثمار في الذهب، وعرفنا يعني ايه الذهب زينه وخزينه، وازاي يبقى زينه وازاي يبقى خزينه، واخدنا يعني مجال وباع كتير في الفرق بين الاستثمار في الذهب والادخار في الذهب. النهارده بقى جايين لكم في حلقه مهمه جدا هتفيد كل مهتمي المشغولات الذهبيه، المنتج ازاي بيوصل للعميل بالشكل ده. وطبعا معانا افضل خيارين وافضل شركتين، اعلى شركتين، يعني طبعا الشركات ما شاء الله كبيره جدا جدا، يعني تحديدا معانا شركه ايجيبت جولد وشركه لازوردي. شركه ايجيبت جولد يعني انا كان معايا الحاج احمد نصار، واتكلمنا في بعض النقط الهامة جدا جدا، وهبدأ أطرحها عليكم وهنقول الوضع اللي ماشي ازاي. ولكن أنا معايا مداخلة هتكون حلوة جدا جدا وقوية قوي، معايا مداخلة هتكون من المداخلة معانا يا جماعة جاهزة، معانا يا جماعة النهاردة مستر محمد عشماوي مدير مبيعات شركة لازوردي منطقة القناة. بنرحب بمستر محمد عشماوي. ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا استاذ احمد. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه يا ريس؟ تمام الحمد لله رب العالمين. دخلة سريعة بمستر محمد عشماوي يا جماعة. مستر محمد من الناس اللي بتسهل لينا احنا كشخصيا المحلات التجزئة اللي احنا بيوصل لنا المنتج بتاع شركة لازوردي، بيسهل لنا الشغل بشكل مبسط خالص، وبيسهل علينا ان احنا نروح نجيب الشغل من المنطقة اللي مسؤول عنها مستر محمد عشماوي بأسهل ما يكون، وحاجة مهمة جدا في اي وقت اللي يناسب مواعيدنا احنا. يعني مستر محمد عشماوي ما بيلتزمش بمواعيد معينة عشان خاطر دي شركة فرضة مواعيد معينة. دي من الحاجات اللي مسهلة لينا احنا كتجار شراء المنتجات من شركة لازوردي، وده حقك طبعا لازم نديه لحضرتك يا مستر محمد. الله يخليك. هو طبعا ده من ذوق حضرتك، وفي نفس الوقت بصراحة احنا من ساعة ما الشركة نزلت مصر تقريبا في 2004، تمام، فاحنا كنا ده يعني ديت كانت السياسة بتاعتنا والمنهج بتاعنا اللي احنا بنيسر على العملاء، علشان احنا طبعا كنا احنا شركه اصلنا بشمصري، يعني الشركه نفسها بشمصري، كانت مزبوط. شركه اصلها المصنع كان الاولاني كان في السعوديه، تمام، وفي دول الخليج. ولما جينا كنا بنحاول نعمل انتشار، جميل، في مصر، والحمد لله رب العالمين بقت تقريبا الماركه الاولى الحمد لله. طبعا يعني طبعا الناس بيخشوا بيطلبوا الماركه بالاسم فعلا، بدون مجاملة ومبالغة فعلا يا مستر محمد. شركة لازوردي فعلا براند رقم واحد في مصر، من الشركات ان العميل اول ما بيخش اي محل احنا عايزين مشغولات شركة لازوردي، فدي طبعا حاجة بتدل على النجاح القوي جدا جدا لشركة لازوردي. كان سؤال مهم جدا جدا يا استاذ محمد، انتوا غيرتوا فكرة المشغولات. الوضع زمان كانت الناس تخش تقول لك لا احنا مش عايزين اي حاجة بفصوص عشان بتخسر فصوصها، لا احنا مش هنشتري حاجة فيها فصوص. من ساعة ما شركة لازوردي نزلت فعلا السوق المصري غيرت الفكرة دي. نسمع حضرتك ازاي حصل الكلام ده يا مستر محمد. طبعا صناعة الذهب
تمام. والمجهولات الذهبيه طبعا، ان هو يبقى ذهب مصمت بدون اي اضافات، تمام. بتبقى طبعا بتبقى الوضع ما بيبقاش يعني الاشكال ما بتبقاش في نفس الاناقه لما بيبقى حط مظبوط فيها اضافات. مظبوط. فطبعا الاضافات ديت كانت الناس ما بيحبذوهاش، علشان وقت لما يحبوا يبيعوها ايوه طبعا كانت بتخسر. تمام وطبعا كانت سياسه الشركه فاهمه القصه ديت في مصر كويس جدا، جميل فبدات عملت سياسه ان هو لا ده هو زينه وخزينه، مظبوط فبدات تقول لا. عملت سياسه من ساعه ما نزلت مصر تمام ان احنا بناخد كل المنتجات بترجع بالفصوص بتاعتها. كويس بدأنا نعمل بنطور منتجاتنا، تمام وطبعا في ظل الاسعار الذهب الجديده اللي حصلت ديت بدأنا ندخل مكن جديد واشغال خفيفه تمام تناسب الوضع الحالي تمام والاسعار الحاليه بتاعت الذهب، علشان تقدر يعني الناس يقدروا طبعا الذهب انت عارف ان احنا ما نقدرش نستغنى عنه في طبعا جوازات، في طبعا طبعا هدايا، طبعا في استثمار، طبعا في الكلام ده كله. طبعا فبندخل تكنولوجيا كذا كذا نوع من انواع التكنولوجيا، مظبوط بحيث ان اولا تبقى خفيفة وفي نفس الوقت مظبوط. تلائم الاذواق العالمية. وده واضح فعلا في السوق المصري، المنتجات اللي نازله دلوقتي فعلا منتجات توازي يا استاذ محمد المنتج المستورد. كان دايما يخش العميل بيسأل على المنتج المستورد بسبب ان هو مشغولاته واضحه وميزانه خفيف، واحنا للاسف ما كانش عندنا الكلام ده. فاصبح الوقت الوضع مختلف تماما تماما مع وجود شركه كبيره قوي زي شركه لازوردي طبعا. انت حضرتك عندك حق، وفي شركات تانية منافسة محترمة جدا، طبعا بس طبعا اللي انا عاوز اقوله لحضرتك اتفضل. ان احنا بقينا في مصر دلوقتي بنعمل حاجة يعني بعض الاشكال والموديلات تمام احسن من الموديلات مظبوط العالمية. صح. احنا عندنا في مشكلة قوية جدا، مش في المكن، في التطوير، تطوير الموديلات. تمام احنا بقينا التطوير بتاعنا بقى اعلى جدا تمام من ظاهر في بره. السوق احنا لما بنروح المعارض العالميه، بنروح معرض في تركيا وفي ايطاليا تمام وفي دبي، احنا يعني بنبص بنقارن الموديلات بتاعتنا والمنتجات بتاعتنا بالموديلات العالميه. انا مش قصدي اقول لحضرتك يعني ممكن تتفوق عليها. طبعا احنا كشركه بنجيب بعض المدربين طبعا من دول، من الهند ومن ايطاليا، وبعض العماله بتدرب العماله المصريه، تمام فبقت العماله المصريه عندنا عماله عاليه جدا في المجال. واضحة في الشغل جدا جدا يا استاذ محمد، فعلا عمالة محترفة جدا جدا بتطلع فينش عالي قوي 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 فعلا، ده ثابت في السوق. مظبوط. اتفضل. انا شايف طبعا خطة الدعاية بتاعت شركة لازورديا يا استاذ محمد انتم مهتمين بيها بشكل حلو جدا، وطبعا فنانين بأسامي كبيرة قوي قوي هي اللي عاملة الدعاية لشركة لازوردي، فده أكيد عامل وضع مختلف ليكوا في السوق. احكي لنا طبعا وضع البلان وخطة الدعاية ماشية ازاي في شركة لازوردي. احنا اول ما جينا فتحنا في مصر تمام بدأنا عاوزين بنعمل خطة. طبعا الثقافة دي ما كانتش موجودة في مصر، اللي تمام احنا كنا نعمل اي دعاية لمنتجات ذهب ما كنتش تلاقي مثلا اعلان في التلفزيون او في الجرايد او لشركات ذهب ما كانش فيه خالص. بالضبط. صح احنا بدأنا، وكانت اول فنانة كانت ليسم، كانت معانا حصل تقريبا مظبوط من مظبوط 2007 تقريبا، صح اشتغلت معانا فترة كويسة جدا، تمام وبعد كده يعني بقت في الفنانة درة، وبعد كده نيلي كريم، مظبوط وطبعا دلوقتي في الفنانة ياسمين عبد العزيز. طبعا طبعا المنتجات دلوقتي وطبعا في فنانين تانيين، بس دول كانوا أبرز الفنانين اللي كانوا طبعا عملوا حملات الدعاية بتاعتنا. دعاية قوية جدا جدا فعلا. احنا كنا عاوزين نعرف المستهلك ايوه النهائي
تمام. الاند يوزر على سياسه الشركه وعلى ازاي يعرف المنتج بتاعنا. مظبوط. طبعا زي في كل الماركات العالميه وفي كل الشغل العالمي في كل في اي مجال الشغل في شركات بتقلده وبتبقى نفس وبيحاولوا يعملوا نفس المنتج بنفس الشكل باسمه، طبعا بنسميها غش تجاري بمعنى اصح. تمام. فبدانا كنا عاوزين نعمل توعيه لاهم حاجه للاند يوزر للمستهلك النهائي. طبعا التجار فاهمين في المجال، بس العميل النهائي ما يعرفش اللازور دي من موديل من شركه اي شركه يعني موجوده. فقلنا همنا اللي احنا نعرف العميل على المنتج وان هو وهو في الفاترينا يعرف ان الشغل ده شغل لازوردي ويروح للعميل، ودوت سبب نجاحنا الاساسي ان هو وصل ان يخش المحل يطلب منتج شركه لازوردي. مظبوط. فهي ديت كانت يعني الحملات بتاعتنا كلها كانت على هذا الاساس اللي احنا بنعمل يعني بنعمل تركيز على موديلات بحيث ان هم يروحوا يطلبوها ويطلبوا المنتج بالاسم بتاع شركه لازوردي بتاع لازوردي. والحمد لله يعني نقدر نقول نجحنا في القصه ديت فعلا. اسمنا يعني الحمد لله رب العالمين اسم كبير جدا في السوق المصري. طبعا اسم كبير جدا الحمد لله. يعني. طبعا. وطبعا يعني بصراحه التجار المحترمين اللي زي حضرتك هم اللي مساعديننا، فاحنا من غير التجار دول احنا ما كناش هنعرف نوصل للاند يوزر او العميل النهائي. العميل النهائي صح، المستخدم النهائي ليه. مظبوط صح. بالظبط. راي حضرتك ايه في اسعار الذهب المتفاوته بشكل كبير قوي قوي يا مستر محمد اللي احنا شايفينها دلوقتي في السوق، رايك فيها ايه؟ والله اسعار الذهب ديت طبعا بتحددها عوامل كتير جدا. تمام. عرض وطلب. مظبوط. سعر الدولار عشان طبعا سعر الذهب عالميا تمام بيبقى بالدولار، فاحنا ملتزمين ان احنا لازم بنحدد سعره على حسب سعر الدولار. سعر الدولار. تمام. والعرض والطلب. وطبعا لو واحد لو دولتين اتكلموا مع بعض في اي حته طبعا البورصه بتطلع. فاحنا عندنا عندنا ان الذهب طبعا اسعاره في تصاعد مستمر. صح. تمام. مظبوط. ومتوقعين ان الزياده تبقى اكتر من كده. فأنا من كده فعلا يعني صح. يعني انا بشجع دايما ان الواحد لو معاه فلوس ينزل يشتري ذهب علشان النهارده هيبقى احسن من بكره، هيبقى احسن من بعده. مظبوط. في الذهب. صح. وبشجع بصراحه شراء المنتجات المشغولات الذهبيه. المشغولات. صح. بالظبط كده. المشغولات ديت بتبقى زينه وخزينه. زينه وخزينه. هي نفس هي يعني انت حضرتك اللي جاي تشتري سبيكه انت بتدفع مصنعيه على السبيكه دي. مظبوط. تمام. صح. زي الشغل ممكن الشغل زياده شويه بس لا يمثل 1% إطلاقاً. زياده او نص بالنسبه لسعر الذهب ممكن ما يكملش 1%. مظبوط. انت عارف ال 1% بقى من ال 2600 جنيه على السعر النهارده مثلا 1% شوفوا قد ايه. فاللي انا اقدر اقوله لك ان الفرق بقى طفيف. لا بالعكس انا اجيب الذهب وامتع بيه المدام ويتبسطوا وفي نفس الوقت وقت ما احب اللي انا واخده كاستثمار اتصرف فيه بقى يظهر لي اي فرصه استثماريه او محتاج الفلوس. وبعدين الذهب غير العقار وغير اي حاجه ثانيه. صح صح. اتكلمنا فيها في حلقه قبل كده. وقت ما احب اللي انا اخلص من الذهب اسيله في خلال 5 دقائق حصل الذهب انا فلوسي في جيبي. مظبوط. بعيد يعني مختلفه تماما عن العقار اللي طبعا العقار كلامك. حاجه كويسه ومحفظه نقديه محترمه. تمام. ولكن تمام انا عشان ابيع حاجه عقاريه بتاخد وقت. صح. لما احب ابيع عربيه بتاخد برضو وقت. بتاخد وقت. فهي ديت مجالات صح. الاستثمار. صح صح. تمام. صح. البورصه ما انا ما يعني انا مش خبير البورصه بس في نفس الوقت تمام الذهب ده عمله يعني بنقول ان هي العمله المضمونه في العالم حاليا وجميع الدول حتى بتلجا ليها حتى في وقت ازمات وقت حروب وقت اي حاجه اول حاجه بيلجاوا عليها هو الملاذ الامن.
بالظبط، وهي ديت الازمه بتاعتنا الحاليه، ان حصلت مشاكل في روسيا واوكرانيا والكلام ده كله، كله بيلجا للذهب عشان ده الملاذ الامن. الملاذ الامن علشان احنا دلوقتي طبعا في روسيا عامله مشكله تمام. وبتحارب الدولار، أيوة. وعاملين عامله تكتلات مع بعض الدول زي الصين، وداخله ممكن معها مصر وبعض الدول، علشان ان هي تعمل يعني عملة اخرى او اعتماد على عملات اخرى عملة تانية الدولار. بخلاف الدولار صح مظبوط بالضبط، علشان الضغط على الدولار. صح تمام. فما نقدرش نقول الدولار نعرف نحط رهاننا عليه او اي عملة اخرى. تمام. انا شايف ان العملة اللي ينفع نحط يعني نحط رهاننا عليها الوحيد فهي الذهب. وبمناسبة مزبوط. اللي انت حضرتك فضل. كلمتني دلوقتي واحنا بنتكلم، انا مش بقول ده هي للمشغولات الذهبية، تمام، انا بتكلم مشغولات بصفة عامة عموما صح. وبالمناسبة ديت انا عاوز اقول لك ان لازوردي بالرغم ان هي كانت سياستها بتقول انا مش هشتغل الا في المشغولات الذهبية فقط. أيوة. تمام. احنا الاسبوع دوت ودانا بتنفرد بحضرتك تمام. ان احنا دلوقتي بدأنا ننزل عملات ذهبية من الاسبوع دوت. جميل. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ممكن في خلال اسبوعين ثلاثة ننزل سبائك. جميل. يعني احنا واحنا في تسجيل حالا اهو دلوقتي مستر محمد عشماوي بيقول ان شركة لازوردي خلاص هتبدا تطرح في السوق المصري عملات ذهبيه، وفي وقت قريب برضو يا مستر محمد هيبدا ينزل سبائك برضو لازوردي ان شاء الله باذن الله تعالى. جميل. بالرغم ان احنا سياستنا برضو بنقول ان الزينه ثم الزينه، الذهب المشغولات مع كل للزينه، ومع ذلك تلبيه لاحتياجات السوق. أيوة. فبدانا نعمل متطلبات السوق. ده وضع طبيعي جدا، ولازم تواكب اللي ماشي السوق ماشي ازاي او طالب ايه. بالظبط كده. بالظبط. جميل 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 جميل. طبعا اتشرفت بمداخلتك الجميله مستر محمد عشماوي، وطبعا بحيي من مكاننا دلوقتي جميع تيم العمل بتاع حضرتك يا مستر محمد، تامر خطاب، محمد حسيني، محمد امين، احمد علاء، عمرو، كل التيم الجميل بتاع حضرتك اللي دايما دايما مساعدنا ومساندنا ومسهل لنا كل الاجراءات. فمن مكاننا هنا بنحييهم وبنشكرهم جدا جدا على المجهود الجامد اللي هم بيعملوه، اللي مسهلين لنا كل الاجراءات عشان يبدا يوصل لنا منتج شركه لازوردي لجميع محلات الصاغه في اسماعيليه. فبنشكرهم جدا أنا جدا. انا بشكرك جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت انا فعلا احنا شغالين مع الكريمه بتاعه ربنا يخليك التجار، وده انا مش بقول كده، احنا شركه كبيره فاحنا بنحب طبعاً التجار الكبار المحترمين. ربنا يخليك. فاحنا واخدين الكريمه بتاعه التجار. ربنا يخليك. في اسماعيليه ديت الحمد ديت لله طبعا في اخواتنا كتير محترمين. اخواتنا كتير في اسماعيليه فعلا طبعا. تمام. فبصراحه وبلد صراحه ربنا يخليك محترمين جدا جدا ربنا جدا. ربنا يخليك يا مستر محمد. وسوقها سوق واعد الحمد لله، وفيها انتشار بتزيد فيها محلات الذهب عاليه، وبيهتموا جدا بالمنتجات الجديده دايما. مظبوط. وان شاء الله دايما من احسن لاحسن. ربنا يخليك بمعاونه بعض طبعا ومسانده بعض في كل حاجه يا مستر محمد. بشكر جداً حضرتك جدا جدا على المداخله الجميله، وشاكرين افضالك جدا يا مستر محمد، ونتمنى المزيد دايما لشركه لازوردي والتطور السريع باذن الله. شكرا جدا لحضرتك. طبعا مداخله جميله من استاذ محمد عشماوي. شركه لازوردي يا جماعه شركه غنيه عن التعريف، مش مستاهله ان انا اعرف فيها كتير، زي شركات تانية كتير طبعا. هنمسكها واحده واحده وهنشوف المنتج بيتعمل ازاي، بيوصل ازاي، المنتج بيوصل للمستهلك الاخير بوضعه شكله ازاي. فدي واحده من الشركات المهمه جدا جدا اللي اتكلمنا النهارده عليها، وهنشوفها هنشوف في حلقات جايه مصانع تانيه وبراندات تانيه توازي طبعا شركه لازوردي اللي من اكبر شركات السوق. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.
معاكم تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل طبعا كان المداخله الجميله بتاعت مستر محمد عشماوي، واتكلمنا عن شركه لازوردي وتشغيلها وانتاجها. في طبعا شركه من الشركات القويه جدا جدا، شركه ايجيبت جولد. شركه ايجيبت جولد انا كنت مع الحاج احمد نصار، طبعا صاحب شركه ايجيبت جولد. شركه ايجيبت جولد يا جماعه من الشركات الواعده جدا 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 في السوق المصري، شركة لا تقل كفاءة وقدرة عن شركة لازوردي. حتى برضو تخش اي محل قوي، محل كويس، دايما تلاقي منتج لازوردي، منتج ايجيبت جولد، بخلاف للشركات القوية التانية اللي موجودة برضو في السوق اللي لا غنى عنها. بس شركة ايجيبت جولد من الشركات القوية جدا. الحاج احمد نصار عامل تشكيلة قوية جدا جدا جدا. نفس الكلام الراجل جايب مكان، أنا شخصيا كنت معاه، الراجل جايب مكان يوازي المكان بتاع الشغل المستورد، الشغل اللي هو بيتعمل بره وبيجي لنا، اللي هو اللي احنا عارفينه كلنا كمستخدمين وكسياغ وكعملاء، الشغل الإيطالي اللي هو شكله يكون مفرود وكبير والميزان بتاعه مبقاش مناسب. ده بيلاقي قابليه كويسه قوي قوي عند معظم الزباين، تبقى عايزه لابسه مثال الانسيال، الخاتم، حاجه كبيره وواضحه، والانسيال كله على بعضه مثال 6 جرام 7 جرام بس. ده بيعوق شويه السوق المصري بسبب مصنعيته العاليه قوي، فيجي الزبون، حتى معظم الزبائن بقت فاهمه دلوقتي، يقول لك لا انا ما اجيبش شغل ايطالي، شغل عالي قوي في المصنعيه. بدأت شركة ايجيبت جولد وشركة لازوردي والشركات الأخرى بدأوا ينزلوا الشغل اللي يوازي الشغل المستورد. فكنا لسه مع الحاج أحمد نصار، والراجل فعلا فعلا عامل شغل قوي جدا جدا، وإحنا هيبقى لينا حلقة باستفاضة كبيرة عن منتجات ايجيبت جولد واللي بيحصل في المصنع ايجيبت جولد، وانتظروا مفاجأة حلوة قوي قوي في حلقة جاية مع ايجيبت جولد. طيب عايز اخش لنقطه مهمه جدا جدا، فكره اسعار الذهب واللي بيحصل في اسعار الذهب للتجار وليس للزباين، دي نقطه مهمه جدا. يعني ايه نصيحه مهمه للتجار؟ يعني ايه دلوقتي سعر الذهب سعره متذبذب جدا جدا في الايام اللي احنا فيها دلوقتي، يطلع من 2600 ل 2700 في يوم، ومره طلع من 2650 ل 2800 في يوم، وفي نفس اليوم نزل معانا 50 جنيه ل 70 جنيه. انا انصح بيها التجار مش الزباين. انت بعت بيعه ما تضربش على اسعار الذهب، هتقول ده انا اشتريت استنى شويه يمكن ينزل عشان اشتري من التاجر الرئيسي بتاع مصر، اللي هو مصر كلها عرفت خلاص، اللي هو اسمه المسواقي. انا ما اقولش استنى يمكن سعر الذهب ينزل بيا شويه فنعمل فرق سعر حلو. لا، نصيحه من احمد بورصه اخوكو، لا، اشتريت بيعه اتصل بيعها، بعت بيعه اتصل اشتريها، وهكذا. سعر الذهب احنا يعني مش هنقول عارفين طبعا، لاني في الاول وفي الاخر الله اعلم، بس سعر الذهب اجلا ام عاجلا زي ما التاريخ بيقول سعر الذهب في الصاعد، بس احنا كتجار احنا ما بنضربش على اسعار الذهب، لا، احنا بنقول اسعار الذهب متفاوته جدا، فلازم اللي اشتريه ابيعه واللي ابيعه اشتريه. ودي كانت نصيحه مهمه جدا جدا لازم اوجهها. طبعا في زمايلنا كتير عارفين الكلام ده، بس انا بحب اوضح لزمايلنا اللي بيحبوا المضاربه شويه، احيانا تصيب واحيانا كتير تخيب. لينا لقاء مهم جدا جدا في الموضوع دون، وليه تفاصيل كتير قوي قوي لاخواتي وحبايبي التجار، فهيبقى لينا حلقه تانية ان شاء الله من برنامج اسرار الذهب. استنوني في حلقه قويه جدا الحلقه الجايه من برنامج اسرار الذهب.